سياسيا أيضا، ما تزال مواقف السياسيين متباينة بشأن انعقاد جلسة لمجلس النواب العراقي بعد اقتحام المتظاهرين مقر المجلس. التفاصيل في هذا التقرير. منذ 30 أبريل نيسان الماضي لم يلتئم جمع مجلس النواب العراقي في جلسة برلمانية، أي منذ اقتحام المتظاهرين لمبنى البرلمان والمنطقة الخضراء. رئيس المجلس سليم الجبوري اجتمع برؤساء الكتل السياسية الشيعية منها والسنية من أجل إقناعهم بحضور الجلسة التي كانت مقررة الثلاثاء الماضي، لكن جهوده باءت بالفشل، ما حال دون انعقاد الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني، فاستبدلت بدعوة إلى الأعضاء بالحضور من أجل المهام التشريعية والرقابية، تمهيدا لتحديد موعد آخر. في الأثناء تباينت آراء الكتل السياسية بين صعوبة تحقيق النصاب الكامل في ظل الخلافات السياسية، وهو ما أشار إليه النائب عن الكتلة الكردستانية محسن السعدون في تصريحات صحفية، وبين اتهامات ساقتها كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري لشركائها في العملية السياسية بتعطيل وعرقلة التصويت على الحكومة الجديدة بذريعة الأبواب والمقاعد المحطمة، داعية لجان المجلس للبدء بعملها سريعا. تحالف القوى العراقية من جانبه رفض على لسان النائب أحمد السلماني قيام أي جهة بفرض إرادتها على شركاء السياسيين، واشترطت على رئيس المجلس الاعتراف بتقصيره في حماية المؤسسة التشريعية وتحديد الجهة التي حرضت على اقتحام البرلمان، وهو تهديد ما يزال قائما بحسب السلماني، وملاحقة من سماهم المخربين قضائيا، وفك ارتباط لجنة الأمن والدفاع النيابية بحماية المجلس لحضور الجلسات القادمة. تخريجات النواب والكتل لعدم حضور جلسات البرلمان وإن اتفقت على النتيجة لكنها اختلفت في الأسباب، فجبهة الإصلاح التي تضم النواب المعتصمين قالت على لسان النائب أحمد الصيهود إن الجبهة لن تلبي دعوة المجلس المقال، وإن النواب ينتظرون قرار المحكمة الاتحادية لتحديد موعد لجلسة برلمانية يتم فيها انتخاب هيئة رئاسة جديدة. لا اتفاق إذن على شيء سوى الافتراق، والثابت الوحيد في المشهد السياسي العراقي هو التحرك نحو مزيد من الأزمات في بلد قالت عنه تقارير الأمم المتحدة الأخيرة إن واقعه الإنساني هو الأسوأ في العالم، وإن ثلث سكانه يحتاج إلى مساعدات إنسانية. ومعنا الآن عبر الهاتف رئيس تحرير موقع وجهات نظر مصطفى كامل. سيد كامل، شلل حكومي وشلل في البرلمان، وضع أمني في غاية السوء، المشهد العراقي برأيك إلى أين؟ أحييك وأحيي السادة المشاهدين الكرام. المشهد العراقي إلى مزيد من السوء، لأن هذه المجاميع التي تسلطت على حكم العراق منذ احتلاله لا تستطيع أن تقدم أي شيء إيجابي وأي بادرة أمل للعراقيين، ولذلك يؤسفني جدا وأتمنى من كل قلبي أن أكون مخطئا، أن القادم سيكون أسوأ مزيدا من التراجع على كل الصعد. برأيك أين الخلل في المشهد السياسي تحديدا؟ الخلل في أساس المشهد السياسي، الخلل في دستور العملية السياسية وفي النظام الذي سارت عليه هذه العملية السياسية التي وضعها المحتلان الإيراني والأمريكي. ما لم يتغير أساس هذه العملية السياسية وهو الدستور القائم على المحاصصة والاجتثاث والإقصاء وتقسيم البلاد، فمزيدا من التدهور سيحدث، وأن مزيدا من الخراب سيحدث، وكل المفردات التي حصلت منذ احتلال العراق عام 2003 وحتى الآن تثبت أن يعني هذه المفردات هي أساس الخراب في البلاد. إذا كان هو أساس المشكلة الدستور، ومع ذلك لم نسمع بتاتا خلال كل هذه الفترة من يتحدث عن تغيير الدستور أو إعادة الهيكلة السياسية للعراق، الحديث فقط عن حكومة تكنوقراط، إصلاح جزئي هنا وهناك، تغييرات في البرلمان، ورغم الآن سوء الوضع الأمني القوي جدا هناك مطالب تقف عند تغيير القيادات الأمنية، لأن من تعنيهم
الذين تصدر عنهم هذه المطالبات هم جزء من هذا الخراب، هم جزء من دستور المحاصصة والاجتثاث والطائفية والتقسيم، وبالتالي فهم لا يطالبون بذلك، لكن القوى العراقية الوطنية المناهضة للاحتلال تطالب دائما بتعديل المسار بشكل كلي، بمعنى يعني إزالة كل هذه العملية السياسية الاحتلالية وما ترتب عليها. هذا الدستور بالتأكيد هؤلاء لا يطالبون به، هم يحاولون اختزال المطالب الشعبية الحقيقية بإجراء إصلاح حقيقي جذري لكل منظومة الفساد والخراب المتحكمة بالعراق. ويعني هؤلاء المتظاهرون التابعون إلى التيار الصدري وبعض الأحزاب الطائفية المتحكمة بالعراق ليسوا لا يمكن أن يطالبوا بتغيير الدستور، نعم، كما قلت، بل بالعكس أنهم اختزلوا مطالب الشعب بمطالب بائسة وشكلية. مصطفى كامل رئيس تحرير موقع وجهات نظر، شكرا جزيلا لك.